بسم الله. في الفيديو ده هنتكلم على تركيب الـ DNA والكروماتين. قبل ما نبدأ نفتكر مع بعض بسرعة كده ايه هي النيكلوتايد. النيكلوتايد هي البيلدينج بلوك او وحدة بناء الـ DNA او الـ RNA. الكيميكال ستراكشر بتاع النيكلوتايد زي ما هو موجود قدامنا كده واتكلمنا عنه في فيديو لوحده بالتفصيل. بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 main components. اول component هو الفوسفيت جروب، تاني component الشوجر جروب، تالت component النيتروجينس بيس. الشوجر هو عبارة عن السكر الريبوز او الديوكسي ريبوز، هو بنتوز شوجر. يعني ايه بنتوز؟ يعني هو خماسي، شوجر خماسي بيتكون من 5 كربون اتومز. ادي كربون رقم واحد، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة. طيب كنا قلنا مهم قوي نفتكر ونركز على ان الكربونة رقم ثلاثة ماسك فيها الهيدروكسيل جروب، والكربونة رقم خمسة ماسك فيها الفوسفيت جروب، وهنعرف قد ايه هم مهمين في البوندنج ما بين النيكلوتايد. يبقى عندي نيتروجينوس بيز، عندي شوجر جروب، عندي فوسفيت جروب، عندي خمسة كربون اتومز، الكربون رقم ثلاثة ماسك فيها الهيدروكسيل جروب، الكربون رقم خمسة ماسك فيها الفوسفيت جروب. ال RNA وال DNA، قلنا ال RNA بيتكون من سنجل ستراند، اغلب ال RNA بيتكون من سنجل ستراند، واغلب ال DNA بيتكون من دبل ستراند. ولو تلاحظ ان انا دايما بقول اغلب، ليه؟ لان في بعض الفيروسز فيها دبل ستراندد ار ان اي، بعض الفيروسز فيها سنجل ستراند دي ان اي، بس كقاعدة عامة اغلب ال RNA هو سنجل ستراند، اغلب ال DNA هو دبل ستراند. في ال RNA ازاي بقى النيكلوتايدز بتتحد مع بعضها علشان تعمل لي السنجل ستراند؟ نتخيل ان الدوائر الصغيرة دي هي النيكلوتايدز، هتتحد مع بعضها عن طريق كوفيلنت بوند او رابطة تساهمية، تمام؟ طيب في الـ DNA دبل ستراند ازاي؟ نفس الفكرة، نتخيل دول الدوائر الصغيرة دي هي النيكلوتايدز، هتتحد مع بعضها برضو نيكلوتايدز بكوفيلنت بوند او رابطة تساهمية. الستراند التاني هيتعمل بنفس الطريقة، بيبقى كومبلمنتري مع الستراند الأولاني، برضو النيكلوتايد هتتحد مع بعضها بكوفيلنت بوند أو رابطة تساهمية. النيكلوتايدز بقى اللي هي في الستراند الأولاني هترتبط ازاي أو تتحد ازاي مع النيكلوتايد اللي في الستراند التاني؟ بربطة هيدروجينية، هيدروجين بوند. كده النيكلوتايد الأحمر ده تخيلها إن هي الهيدروجين بوند، والأزرق هو الكوفيلنت بوند. يبقى النيكلوتايدز in the same strand بترتبط مع بعضها بكوفيلنت او ايستر بوند، في الاوبزيت ستراند او الستراند المقابل او كومبلمنتري ستراند، تمام، او البيرنت، ده يعتبر البيرنت ستراند ودي الدوتر ستراند، بيتحدوا مع بعض ازاي؟ بيتحدوا مع بعض بهيدروجين ايه؟ بوند، تمام. نحاول بقى نشوف ازاي النيكلوتايدز بتتحد مع بعضها in the same strand بالكوفيلنت بوند. هنرسم اتنين نيكلوتايدز بسرعة، ادي الشوجر، تمام، البيز كده بسرعة، ادي مجموعة الفوسفيت، الكربون رقم خمسة وكربون رقم ثلاثة الهيدروكسيل، تمام. بعد كده النيكلوتايد التانية شوجر، ادي بيز، هيدروكسيل والفوسفيت، تمام. ادي النيكلوتايد الاولى والنيكلوتايد التانية. ازاي هيتحدوا مع بعض بقى مع بعض في ان ذا سيم ستراند؟ النيكلوتايد التانيه دي بتبقى الفوسفيت بيبقى تراي فوسفيت. يعني ايه تراي فوسفيت؟ يعني بيبقوا ثلاثه فوسفيت ماسكين في بعض في الكربونه رقم خمسة. اللي بيحصل ان الهيدروكسيل جروب اللي في الكربونه رقم ثلاثة من النيكلوتايد الاولانيه بتاتاك التراي فوسفيت جروب دي، تمام. بيحصل ايه؟ بتنكسر الرابطه اللي ما بينهم ويديني داي فوسفيت. كسر الرابطة بيولد طاقة، الطاقة اللي ناتجة دي أنا بستخدمها في إن أنا بعمل بوندنج ما بين الهيدروكسيل والفوسفيت، تمام. يبقى بسرعة، الهيدروكسيل بتأتاك التراي فوسفيت في النيكلوتايدز اللي هي اللي جاية، تمام، تنكسر الرابطة وتنتج طاقة، الطاقة دي بستخدمها في رابط الهيدروكسيل اللي ماسك في الكربون رقم 3 من النيكلوتايد الأولانية مع الفوسفيت اللي ماسك في الكربون رقم خمسة في النيكلوتايد التانية، وبيبقى شكل البوند بالمنظر ده، تمام. ان الفوسفيت جروب دي رابطة الكربون رقم ثلاثة
بتاعة الشجر بتاع النيوكليوتيد الأولى، بالكربونة رقم 5 بتاعة الشجر بتاع النيوكليوتيد إيه التانية. تمام، يبقى في جملة كده في الفيرست إيد وضحت، هتوضح قوي دلوقتي أو ما كانتش وضحت، اللي هي بتقول الترايفوسفيت بوند از ذا تارجت اوف التلاتة هيدروكسيل أتاك. يعني التلاتة هيدروكسيل دي اعتبرها انها قناص بتاتاك التارجت بتاعها، التارجت بتاعها وهو كان الترايفوسفيت زي ما قلنا. تخيل دي انها كانت ترايفوسفيت، دي مجموعة فوسفيت، تارجتت الترايفوسفيت ده فانكسرت الرابطة الترايفوسفيت وطلع لي داي فوسفورس، وخدنا الطاقة عملنا بيها البوند دي، الاستر بوند دي. تمام، ليه الكلام ده مهم؟ الكلام ده مهم علشان انا لو جبت نيكلوتايد فيها، دي نيكلوتايد اهي، وادي البيز، وادي الفوسفيت، وادي 3 هيدروكسيل. لو جبت نيكلوتايد فيها موديفايد هيدروكسيل جروب، ما فيهاش الهيدروكسيل جروب او ماسك فيها اي جروب تانية، الدي ان ايه مش هيعرف يبوندنج، النيكلوتايدز مش هتعرف تبوندنج مع بعضها، سواء دي ان ايه او ار ان ايه، مش هتعرف تبوندنج مع بعضها وتعمل لي سنجل ستراند. واكشولي ده ميكانيزم اوف اكشن اوف بعض الدراجز، في دراجز بتستخدم لعلاج الاتش اي في، ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعها، والموضوع بسيط جدا لما تفهم على مستوى البيزكس. دايما بقول ان هو الكلام ده مش مهم قوي ككيميكال ستراكشر، بس بيسهل لك حاجات كتير قوي ان انت تفهمها، سواء ميكانيزم اوف اكشن اوف دراجز، انزيمز، شغل انزيمز، الديفيشنسي بتاعها، بيسهل لك كتير، وهو كلام سهل جدا ان انت ايه تعرف ازاي بقى النيكلوتايد من وان ستراند بتمسك فيه النيكلوتايدز بتاعه الاستراند التاني. ده بيتم عن طريق ترابط النيتروجينس بيزس. النيتروجينس بيزس كنا قسمناهم لبريميدين وبيورين. البريميدين كان فيه السيتوزين والسيامين واليوراسيل، البيورين كان الادينين والجوانين، الثيامين كان موجود في الدي ان ايه بس، اليوراسيل كان موجود في الار ان ايه بس، الباقي كان موجود في الدي ان ايه والار ان ايه. الماتشنج بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق مجموعة من البيورين بتمسك في مجموعة من البريميدين، الادينين بيمسك في الثيامين، دايما بفتكرها بكلمة ات، الجوانين بيمسك في السيتوزين. خلاص، يبقى الأدينين بيمسك في الثيامين، بنفتكرها بكلمة آد، الجوانين بيمسك في السيتوزين. في الحالة النادرة اللي هي لو في دبل ستراندد ار ان اي، الترابط هيتم ازاي؟ لان الار ان اي مفهوش ثيامين بس فيه يوراسيل، فالأدينين هيمسك في اليوراسيل بدل الثيامين، والجوانين هيمسك في السيتوزين عادي. تمام، لان الادينين جوانين سيتوزين موجودين في الار ان اي والدي ان اي، المختلف بس هيبقى في اليوراسيل. طيب الادينين بيمسك في الثيامين او اليوراسيل بتو هيدروجين بوند، انما الجوانين بيمسك في السيتوزين بثري هيدروجين بوند. يبقى كده لو انا عندي تو ستراندز، تمام، الترابط ما بينهم في حالة الجوانين والسيتوزين في حالة البيزس دي موجودة أكتر، هيبقى ترابط أقوى. في حالة الترابط ما بين الأدينين والثيامين، الترابط ما بين التو ستراندز هيبقى إيه؟ أضعف من الجوانين والسيتوزين. ده مهم في إيه؟ ممكن يسألك يقول لك إيه؟ ساعات إن إحنا أصلا بنحتاج نفصل التو ستراندز بإننا نسخن، فما نسخن بنكسر الروابط اللي هي الهيدروجينية اللي موجودة ما بين البيزس دي. تمام، فلو قالك ان انا عندي ستراند، جبنا قطعه من الدي ان ايه فيها هاي ان جي سي بيزس، يعني فيها ترابط كتير ما بين الجي والسي وقليله في الادينين والثيامين، غالبا بيسالك ايه اسئله من ضمنها ان احنا هنحتاج هاير ميلتنج بوينت، بتبقى الاجابه ان احنا محتاجين هاير ميلتنج بوينت علشان نقدر نفصل ما بين التو ستراندز. عكس لو انا عندي قطعه من الدي ان ايه ريتش ان الادينين ثيامين، فانا محتاج lower melting point عشان اقدر افصلها. الرسمة دي بقى شاملة الخلاصة بتاع الفيديو كله بتاع النهاردة. ادي لو خدنا بالنا، ادي النيكلوتايد
ده ستراند اهو، نيكلوتايد اهي، دي شوجر نيتروجينال سبيس وفوسفيت ماسكه في النيكلوتايد ايه اللي بعدها، كربونه رقم 3 ماسكه في الفوسفيت اللي هي ماسكه في الكربونه رقم 5 بتاعه النيكلوتايد اللي بعدها. تمام، النيكلوتايد ماسكه في النيكلوتايد التانية اللي قصادها في الستراند اللي قصادها عن طريق النيتروجينس بيز، ادي هو الادينين ماسك في السيامين بتو هيدروجين بوند، ولو بصينا تحت هنلاقي الجوانين ماسك في السيتوزين بثري هيدروجين بوند، وعشان كده هي اقوى من الادينين والسيامين. في حته برضو مهمه فتت ان احنا بنسمي الاستراند ازاي، يعني هنا دي كده هو 5 اند وتلاتة اند، 5 اند يعني انا بادي بالكربونه رقم 5 تمام اللي هي ماسكه في الفوسفات، ومنتهي بالتلاتة اند اللي هي ماسك فيها الهيدروكسيل جروب. الاستراند التاني بيبقى العكس لان هو كومبلمنتري معاه، فانا لو هنا بادي بخمسة ببقى هنا بادي بالتلاتة، تمام بادي بالتلاتة هيدروكسيل جروب ومنتهي بالخمسة اللي ماسكة في الفوسفيت. ليه؟ لان التو ستراندز دول كومبلمنتري مع each other. سؤال مهم اللي كنا قلناه بتاع الميلتنج بوينت، ان انا الاستراند اهي لو انا هاي في الجوانين سيتوزين عشان اكسر ما بين التو ستراند فمحتاج اكسر الثري هيدروجين بوند دول، فمحتاج هاير ميلتنج بوينت، على عكس لو هي كانت ريتش في الادينين والثيامين تو هيدروجين بوند اهو هيبقى سهل ايه ان انا اكسرهم. ان شاء الله هنكمل باقي الدي ان ايه اند كروماتين ستراكشر في الفيديو الجاي.